بشكل عام هي خدمة إيصال خدمة إيصال البيانات إليك وحصولك على بيانات معينة. مثال لو نفرض هسه بالنجف عندك واحد يعني فد ثلاثة مجهزين شنو؟ مجهزين لمواد غذائية فقط ذول ثلاثة، واحد مثلا بالنجف، واحد بالكوفة، واحد ما أعرف وين بالحيدرية مثلا. ذول فقط ذول الثلاثة يجهزون المواد الغذائية اللي بالنجف. زين؟ وضحت هسه هذا المثال؟ ذول فقط ثلاثة شكو مواد غذائية تجيك إلا من ذول الثلاثة. فقط من ذول الثلاثة. زين؟ هو هذا الانترنت؟ هذا التجهيز؟ لا مو هذا. اكو طريقه ثانيه، انا شلون توصل لهاي المواد الغذائيه؟ مره توصل يعني عمليه وصول المواد الغذائيه من ذول المجهزين الي وباحسن صوره، يعني لا تالف لا بمشكله لا هاي، هذه خدمه منسميها خدمه توصيل وحمايه. زين؟ خدمه توصيل وحمايه هي هذه شبكه الانترنت. اكو عندنا لو هسه نمثل اكو نود معينه، هذني يصحولين سيرفرات اللي بين الخدمات الرئيسيه، خدمه يوتيوب، خدمه الجوجل، الفيسبوك الى اخره، ذني منتشرات بمختلف بقاع العالم. وحتى انت تقدر توفر خدمه، افتحت سويت لك موقع لك، بس شنو صار تصير مواقعك صغيره. شوف هاي النقاط بهالشكل، هذا انت، هذني ايضا، هذا بس هاي مو خدمة انترنت. لحد الآن ماكو أي خدمة للانترنت، أوكي؟ واضح؟ تجي مثلا عندي في أوروبا ممكن أنه سووا شبكة، هاي شبكة، هاي سووا نتورك، هاي سووا نتورك، سووا نتورك، سووا نتورك، سووا شبكة خاصة بهم. سووا انترنت؟ لا، هاي سووا يسموها شبكة هذه، هسه لان وان إلى آخره. زين؟ مان من هالتسميات. شبكة الانترنت شنو؟ وليش قاعد ياخذون عليها فلوس؟ واضح؟ فهمت السؤال؟ ليش جاي ياخذون عليها فلوس؟ لو نرجع لمثالنا للمجهزين الثلاثة، المجهزين الثلاثة اللي كانوا يجهزون المواد الغذائية، ذولا نقدر احنا نرتبط وياه مباشرة؟ نقدر نرتبط، بس اكو مثلا لو واحد بالكوفة، اكو جسر، حطون جسر بالكوفة، وجسر قريب النجف، هاي ساحة كان سموها ثورة العشرين، وواحد مثلا اللي يخرج من النجف، هذه الجسر، هاي الجسور ياخذون فلوس على نقل التوصيل، لأن هم دول الأساس اللي يربطوا لك شنو؟ يربطوا لك الانترنت بالعالم كله. فهنا أكو شبكة الانترنت، أكو لو نجي هنا نمثله، أكو نود أساسيات، فمجموعة نود أيضا منتشرة بكل بقاع العالم. هاي النود الأساسية يسموها البريدج، ماكو اذا ما موجوده ذن البريدج ماكو نتو، ماكو انترنت. فشكو شبكه بالعالم؟ شكو شبكه بالعالم هسه لازم تمر بذن البريدج. زين؟ شكو شبكه بالعالم؟ ذول من ذول الصفر، من مزودين، من مجهزين، اوكي؟ كلهم وين يرتبطون؟ يرتبطون بذن البريدج الزرق، اوكي؟ فذول الصفر ايش قلنا؟ ذن السيرفرات، اوكي؟ الصفر سيرفرات، حتى تقدر تسوي لك سيرفر، جماعتك تقدم خدمه معينه. لكن اكو شيء مهم اللي هو هذا الازرق اللي هو ذن النوت، اللي عن طريقه يسمونه بريدج، معبرات، هن ذني، حتى ذني اللي ياخذن فلوس هن. اذا ما موجوده ذني البريدج حتى يربط لك بالنتوركس اللي موجوده بالعالم، شكو نتورك موجوده بالعالم يربط لك اياه هذا ليفرج، اوكي؟ واضح يا شباب؟ فهذا اللي هذا معنى اللي هو معنى الانترنت.